أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أهم العناوين. الزمان العراقية، احتجاجات للمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين. العرب اللندنية، جحيم العودة إلى المناطق المدمرة يؤرق نازحي العراق. الشرق الأوسط، قوى سياسية عراقية تعارض الإشراف الدولي على الانتخابات. وفي تقرير للعرب اللندنية، صراع أمريكي صيني نحو الزعامة في مجال التكنولوجيا الذكية. من المقالات، أحزاب كلفهم القدر بتدمير العراق لأثير ناظم في المدى العراقية. وتتساءل فوزية رشيد في أخبار الخليج البحرينية، انتفاضة تشرين هل تعود من طرابلس؟ التفاصيل بعد لحظات. عنونت صحيفة الزمان العراقية، احتجاجات للمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين. نظمها العشرات في محافظتي النجف وذي قار بسبب تردي الخدمات والمماطلة بتنفيذ الوعود التي أطلقتها الحكومة وتحقيق المطالب ومحاسبة المتورطين بقتل المحتجين خلال المدة الماضية. قالت صحيفة العرب اللندنية إن جحيم العودة إلى المناطق المدمرة يؤرق نازحي العراق، ويشكو نازحون من إجبارهم على العودة إلى مناطق مدمرة بلا خدمات ولا بنى تحتية، وتعد الموصل من أكثر المدن التي تعرضت للدمار. أكدت صحيفة العربي الجديد أن كابوس الجثث المجهولة يعود للعراق مع دفن 50 جثة خلال شهر، وهو ما أثارته دائرة الطب العدلي في بغداد وسط دعوات للحكومة للكشف عن ملابسات عمليات القتل والجهات التي تقف وراءها. ونبقى في العربي الجديد التي أشارت إلى أن ضعف المخصصات المالية ينهك مستشفيات العراق مع أزمة مالية خانقة بفعل تعثر الحكومات المتتالية منذ عام 2003 في معالجة مشاكل الفساد والترهل الإداري، وانعكس ذلك على القطاع الصحي بفعل نقص الأدوية وقلة المستلزمات الخاصة بعناية المرضى. قالت صحيفة المراقب العراقي إن مناورة سياسية ترجح كفة أحزاب على حساب أخرى في مصادرة المناصب، فبينما ينشغل العراقيون بالأزمة الاقتصادية التي افتعلتها الحكومة الحالية ما سبب تراجعا فيها نتيجة التأثيرات والضغوط والتداخلات. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن قوى سياسية عراقية تعارض الإشراف الدولي على الانتخابات، حيث تتخوف جهات تتعمد التزوير أو السيطرة على مراكز الاقتراع بالقوة من أن تؤدي الرقابة إلى الحد من المخالفات واستخدام المال الفاسد وعمليات شراء الأصوات التي تشكل تحديا على مجمل العملية الانتخابية. عنونت صحيفة المدى العراقية، العراقيون غاضبون من تأجيل الانتخابات والأحزاب تتهافت على التحالفات. ويقول المحلل السياسي المختص بالشأن العراقي محمد بختيار إن المسؤولين العراقيين دفعوا بتأجيل الانتخابات خشية أن يؤدي سخط الناس إلى إزالتهم من السلطة. في الشأن الدولي، تساءلت صحيفة الشرق الأوسط، وعود كثيرة لبايدن هل سيتمكن من الإيفاء بها إذ عادت الأجواء الاعتيادية لتطغى على وتيرة عمل الإدارة الأمريكية في ظل أسبوع حافل على حد تعبير بايدن. ويرى أستاذ السياسة في جامعة جورج تاون مارك كارل إن بايدن سيواجه قريبا اختبارا بسيطا وجليا، والتحدي سيكون إرساء الوحدة في بلد قسمته رئاسة ترامب. وفي تقرير للعرب اللندنية، صراع أمريكي صيني نحو الزعامة في مجال التكنولوجيا الذكية. يقول التقرير، بينما تعمل الصين جاهدة على تحقيق حلمها لتزعم العالم تقنيا بحلول عام 2025، تجند الولايات المتحدة إمكانياتها العلمية والاقتصادية والتجارية وحتى السياسية لعرقلة التقدم الصيني الذي يهدد بحسب دراسات أوروبية وأمريكية مستقبل الديمقراطية. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
من المقالات أحزاب كلفهم القدر بتدمير العراق لأثير ناظم في المدى العراقية. يقول الكاتب: لم يكن لهذه الأحزاب منجزا تشكر عليه طيلة هذه السنوات، وهي تحاول أن تغير من شكل توجهات دولة بحجم العراق، وتتلاعب بتكويناته الاجتماعية، وتدفع بهم صوبا لا معقول في التعامل. أما مؤسساته فهي الأخرى تعاني من اضطرابات وشلل في قراراتها التي باتت ترهق المواطن العراقي، فلا مؤسسات تعليمية ولا صحية ولا خدمية ولا أساسا لحياة كريمة أو أقل من ذلك. ويكتب شاكر الساعدي في الزمان العراقية: الدولار جائحة العراق الجديدة. يقول الساعدي: إن قرار تخفيض قيمة الدينار جاء ضربة قاسمة للشعب العراقي المثقل بالحروب والبطالة وتسلط الفاسدين على زمام الحكم فيه، وعدم وجود سيطرة على الأسواق التي بدأت تتلاعب بحال المواطن البسيط، ما أثار امتعاضا كبيرا بسبب الفساد وسوء الإدارة. وتتساءل فوزية رشيد في أخبار الخليج البحرينية: انتفاضة تشرين هل تعود من طرابلس؟ تقول الكاتبة: انتفاضة تشرين أول أكتوبر 2019 كانت قد عمت المدن اللبنانية في ظل التدهور الاقتصادي والعجز الحكومي والرئاسي وارتهان غالبية الأحزاب والتيارات لسطوة حزب إيران اللبناني، إلى جانب أزمات أخرى كالفساد والبطالة والفقر وتدهور البنية التحتية وعدم الرضا الشعبي عن أداء الحكومات المتعاقبة التي تمارس تدوير الأزمات وليس وضع حل لها. سيكون معنا مشاهدينا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل من المنامة الدكتور شمسان المناعي أستاذ الاجتماع السياسي. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من المنامة بالدكتور شمسان المناعي أستاذ الاجتماع السياسي. مرحبا بك دكتور شمسان إلى هذا الحوار. يا هلا ويا مرحبا. أهلا بك دكتور. نبدأ من الاحتجاجات الشعبية العراقية المطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين، والتي نظمها العشرات في محافظتي النجف وذي قار بسبب تردي الخدمات والمماطلة بتنفيذ الوعود التي أطلقتها الحكومة العراقية. كيف تقيم المشهد الاحتجاجي ومطالبات المتظاهرين في العراق؟ في الواقع المشهد العراقي ليس هو وليد الساعة وليد اليوم، إنما هو منذ أكثر من سنتين تقريبا، لأن الشعب العراقي واضح أنه يعيش في أزمة معيشية خانقة لكي يستطيع أن يبحث أو أنه يطلب أدنى ما يطلبه أي إنسان. النظام العراقي وللأسف يعني وفي جهات تسيطر عليه وتملك القرار هي قاعدة لا تتيح لها الفرصة في أن يبدي رأيه وفي أن يبدي وجهة نظره، والقوى الموجودة في مجلس النواب العراقي أيضا قوى ما لها أي تأثير في صناعة القرار في العراق، ولذلك يريدون أنه يخضع لهم الشعب العراقي بطريقة أو بأخرى لكي يقبل الواقع. نعم دكتور. ننتقل إلى ملف النازحين العراقيين، حيث أغلقت السلطات العراقية مخيمات النازحين تباعا وأجبرتهم على العودة إلى مناطقهم، ولا تزال عملية إعمار هذه المناطق تسير ببطء شديد بسبب قلة التخصيصات المالية والفساد المالي والإداري المستشري، وذلك على أمل إغلاق ملف النزوح نهائيا من قبل الحكومة قبل الانتخابات المقبلة
في 10 من تشرين أول أكتوبر المقبل. برأيك دكتور ما الهدف من كل ذلك؟ الهدف واضح، يعني هي القضايا هي مترابطة المعيشية، يعني لا نستطيع أن نفصل قضية عن أخرى. فلذلك هم يريدون تركيع الشعب العراقي. الفساد اللي كان موجود منذ حكومة المالكي، بالضبط منذ بدء حكومة المالكي، وهي حكومة يعني أخذت انتشر الفساد فيها وفي كل مكان، واستحوذوا على الخيرات العراق، واستحوذوا على الأموال العراق وعلى خيرات الشعب العراقي. ولذلك ليس لديهم يعني ليس لديهم ما يمكنهم من تعمير هذه المناطق اللي يعني تهدمت أثناء الحرب، أثناء التدخل الأمريكي في العراق. ما عندهم أي ميزانية أنهم يقومون بتعمير هذه المناطق، ليس لديهم النية لكي يعملوا هذا الشيء، لأن هذه المناطق يعرفون أنها هي مناطق ليست مع النظام الإيراني، ليست هي إنما هي مناطق يعني تمثل صميم الشعب العراقي، خاصة مناطق السنة، مناطق طائفة السنة أغلبها، والرافضين لسيطرة هؤلاء رجال الدين، فهم لا يستطيعون أنهم يعمرون هذه المساكن، ويجبرونهم في نفس الوقت على أنهم يبقون في المخيمات اللي هي تفتقد إلى أبسط يعني أبسط مطالب المعيشة للإنسان كإنسان. فلذلك يعني وهذا شيء واضح ولا يحتاج إلى أي دليل، يعني أنه يحاولون تحقيق مثل ما ذكرت لك أنا سابقا هدف واحد، وهو تركيع الشعب العراقي. طيب دكتور، نتحول إلى ظاهرة الجثث المجهولة في العراق التي عادت مجددا في ظل مخاوف متصاعدة من تردي الأمن، لا سيما قبل الانتخابات المقبلة. برأيك لماذا عادت ظاهرة الجثث المجهولة في هذه الآونة الحرجة في تحديد مصير العراق؟ هذه المسألة اللي هي الجثث أو الاغتيالات، خلينا نسميها اغتيال الصحفيين، واغتيال آخر منها اغتيال الصحفي هاشم أنا ما أعتقد، وغيره من الصحفيين ورجال الإعلام اللي يريدون أن يكشفون الحقيقة والواقع وماذا يجري للشعب العراقي في للعالم، هي يعني هي تكمل يعني إبقاء العراقيين في مخيماتهم وترويحهم بس الخوف في نفوس العراقيين، على أساس أولا يحققون منهم هدفين، يدفعونهم إلى الهجرة، وأيضا عن مناطقهم والنزوح عن هذه المناطق، لأن إيران عندها مخطط، هم يريدون أنهم يخلقون استعمار استيطاني في الدول العربية هذه، وينفذون مخطط عندهم، يعني مخطط جاهز عندهم للسيطرة على الدول العربية وخاصة القريبة منهم مثل العراق وسوريا ولبنان، اللي لهم نفوذ أكثر وعندهم جماعات وأحزاب طائفية تساندهم في هذه الشيء، وإلى السعودية ويهددونها بالصواريخ من أجل أنهم يعني يحققون أطماعهم في إيجاد ما يسمونه الولي الفقيه. دكتور، هناك قوى سياسية عراقية تعارض الإشراف الدولي على الانتخابات في العراق، حيث تتخوف جهات تتعمد التزوير من أن تؤدي الرقابة إلى الحد من المخالفات في عملية الانتخابات. لماذا برأيك تخشى قوى السلطة والدولة العميقة في العراق من الإشراف الدولي على هذه الانتخابات؟
ببساطة، لأن يعني هذه واضح، لأن الانتخابات التي تجري منذ أن قامت الحكومة، حكومة المالكي، هي تريد أن هي تريد أن هي اللي تسيطر على البرلمان، تسيطر على كل يعني المراكز في الدولة، وتزوير الانتخابات. فبالتالي ليس من مصلحته ان هي يعني ان يشرف على عملية الانتخابات فريق محايد اجنبي معترف به في المنظمات الدولية، لأن لو فريق راح يكشف ان عندهم هذه التزوير، وهذا الشيء واضح وضح يعني ما يعني ما منذ عهد المالكي، يعني منذ عهد المالكي اللي هو من جماعة حزب الدعوة يعني تابع يعني للولي الفقيه في إيران، واضح يعني انهم كانوا يريدون يعني صار تزوير في الانتخابات، صار يعني ما كان المالكي ما كان هو ما فاز في الانتخابات، يعني العلاوي هو اللي فاز في الانتخابات، يعني ما فاز المالكي، ولكن زورت الانتخابات وقدم المالكي لأنهم يريدون أنه واحد تابع لي إيران. وهذا يعكس لنا أن يعني أن إيران تريد أنها تعتمد على أضلع موجود لها في هذه الدول، ومن هذه الأضلاع التابع لها هي حزب الدعوة اللي هو الحزب الموالي لإيران وغيره من الأحزاب الأخرى. فالانتخابات إذن هما يعني ليس من مصلحتهم أنهم يأتي فريق دولي محايد، لأن ذلك سوف يكشف. والشعب العراقي على فكرة، الشعب العراقي بكل طوائفه، يعني مو بس بطائفة السنة، لا، طائفة الشيعة، طائفة الشيعة ليس هم موالين لإيران، هذا مو صحيح. عندهم أحزاب، هناك أحزاب سياسية هي التي تصنف على أنها موالية لإيران، إنما أغلبية الشعب العراق قبل هذه ما عرف الطائفية، ما أبدا ما عرف، كانوا شعب واحد، كانوا يعيشون في شعب واحد. الأخوة كثير من العراقيين يقولون لنا نحن ما كان نعرف أن هذا شيعي وهذا عراقي، ما في بينهم أي شيء، تحدث بينهم الزواج، وتحدث بينهم العلاقات الاجتماعية، وحتى أصحاب الأديان الأخرى، بس على مستوى الطائفة، حتى الأديان الأخرى كانوا عايشين معهم عيشة فيها استقرار وفيها آمن. ولكن حتى مثل ما يقولون تصل إلى الهدف لابد من أن تطبق سياسة فرق تسد للوصول إلى هذا الهدف. يرى متابعون للمشهد الإقليمي أن طهران لا يهمها القول عندنا قنبلة نووية بمقدار قولها المتكرر إنها باتت تسيطر على 4 عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، وكل ذلك تحت مظلة التهويل النووي. كيف تقرأ المشهد من وجهة نظرك؟ بالنسبة لادعائهم بأنهم يسيطرون على العواصم الأربعة، هم عندهم لو رجعنا إلى الوراء قليلا، هم عندهم مشروع الهلال الإيراني الذي لم يكتمل وإن شاء الله لن يكتمل. فهم عندهم هدف، فبدأوا بهذه العواصم اللي فيها يعني عوامل تشجعهم على تحقيق ما يريدونه. ولكن أنا في نظري إنهم يعني ما لم يسيطروا على هذه العواصم السيطرة اللي تجعلها تابعة لهم، هذا بس في الظاهر، لكي يقنعوا الشعب الإيراني في الداخل اللي هو قاعد اللي هو يعني صراحة هو اللي يعني تلقى
يعني متأثر أكثر في حياته نتيجة الضغوطات اللي يمارسونها عليها، يعني يقنعونه بأنهم أصبحوا مسيطرين على عواصم دول، وأنهم أصبحوا أقوياء، وأن راح يصير جمهورية، لكي يعني يقومون بنوع من الحرب النفسية. يعني هي أساس حرب نفسية لتحبيط عزيمة الشعب الإيراني في الداخل الفقير، لأن إيران فيه كثير من الشعوب، مو الشعب الفارسي فقط، لا، في كثير من القوميات. فلذلك نجد أنهم حبطون من معنوياتهم، يعني مثل الأكراد والبلوش والعرب وغيرهم، يحبطون من معنوياتهم لكي ويعني وأي نية لكي يقوموا بأي شيء يحبطونها. وهذه يعني في كلام كثير، يعني في الأحواز، انظر في الأحواز ماذا يعملون في الأحواز، انظر ماذا يعملون في الأكراد، انظر ماذا يعملون في البلوش وغيرهم. فهم فقط هم يعني في طهران يعني بالذات، فهم يريدون أن هم يعني يحققون سيطرتهم على الداخل، لأن الخطر الأكبر الآن اللي هم يواجههم، وهذه حقيقة، الخطر الأكبر الآن اللي يواجههم الخطر الداخلي. لذلك نجد أن الخطر الأكبر، الخطر الداخلي أكبر من الخطر الخارجي. دكتور، ننتقل إلى الشأن الأمريكي، حيث يرى مراقبون أن رئاسة بايدن قد تكون مرهونة بما يحدث لاحقا، والنجاح في تلقيح الأمريكيين بلقاح كورونا وقيادة انتعاش اقتصادي يمكن أن يساعد بايدن في تحويل الكارثة إلى نصر، والإخفاق في ذلك يقول المراقبون يمكن أن يحمله معه حتى نهاية ولايته. برأيك هل سينجح بايدن في تحويل الإخفاقات السابقة إلى نجاحات؟ أنا ما أعتقد أنه هو يحقق لما يسمى بالفشل إلى نجاحات، لسبب بسيط، وهو أن الحزب الديمقراطي اللي يرأسه حزب ليس له ذلك التأثير في المنظمات أو المؤسسات في أمريكا، مجلس النواب، مجلس الكونغرس، مجلس الكونغرس، القرار في أمريكا مو قرار يصنعه الرئيس، لا، القرار قرار يعني يأتي بعد أن يمر على أكثر من حلقة من الحلقات. فبالتالي يعني بايدن والحزب الديمقراطي نفسه، وعلى فكرة الحزب الديمقراطي مو كله هو منحاز إلى بايدن. فبالتالي أنا في نظري أن يعني بايدن رايح يعني رايح يحاول أنه يظهر أن يعني أن أمريكا هي مع أوروبا، يعني وثق علاقته بها، بحيث أن يعني هذه من مصلحتهم كحلف ضد إيران. فرايح يعني عنده نية، على أنا ما يعني أقرأ وأتابع، أن يعني يعرض تحالف حول اتفاق النووي مع إيران، ولا هو أضاف شروط لكي يظهر أنه حقق ما لم يستطع ترامب الرئيس السابق أن يحققه. ولكن أنا ما أعتقد أن يعني من الاتفاق النووي يعود كما كان، لأن الآن الظروف تغيرت. نعم، في ختام اللقاء أشكرك دكتور شمسان الشكر الجزيل لمشاركتك معنا، حياك الله، والشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.